الشعار ديال هذا العام هو هذا التنوع البيولوجي ثروتنا، كما تعرفوا مرزوقه معروفه بالرمال الذهبيه ديالها، والهدف ديالنا هي نحاولوا باش نحافظوا على هذا التراث هذا اللي كاين. القصور ديال تافيلال سجل مسا كما تعرفوا هو لو ديبي ديال المغرب، الطريقه باش بدا المغرب تقريبا راه بدا من هذه الارض هذه، ولهذا حسنا نحافظوا على هذا التراث هذا، داكشي علاش خدينا هذا لو تيم هذا ديال هذا العام هذا ان شاء الله. بالنسبه للفيستيفال، الفيستيفال ولا عنده واحد الطابع ديالو خاص، هو لا فيزيون، ولا فيزيون ماشي هي لا فيزيون ديال الميوزيك بوحدها، لا فيزيون حتى ديال الدول، حتى ديال لي بيي. تتلقاي باغ اكزومبل جروب واحد تتلقى فيه خمسه سته ديال الفرق ديال الموسيقى، هذا هو الهدف ديالنا باش نوصلوا للعالم في اقرب وقت وفي اسرع وقت، والهدف ديالنا ان شاء الله من هنا خمس سنين باش نكونوا ما بين خمسه ديال لي فيستيفال الاولى في المغرب، الا كتب سيدي ربي. الوغ ميزانيه ديال المهرجان ضئيله جدا، وهذا الشيء علاش؟ حيت مثلا نعطيك ان اكزومبل، بزاف ديال لي كروند زونتربريز في المغرب كيكونوا دي زارتيست اوفيسيل معاهم، سكي في الا ما جبناهمش وما كانوش حاضرين في لا سيليكسيون ارتستيك ديالنا ما غاديش يكونوا كاع سبونسور، وهذا الشيء كيكون محكر علينا، حيت كنبغيو نجيبوا موسيقي اللي ما كيبانوش، نيو تالنت، دي جروب ديال لا ريجيون، دي جروب اللي ما معروفينش اللي كانوا قدام وتنساو. دونك فوالا كنبغيو نبدعوا موسيقيا، حنا الناس اللي كنفهموا موسيقيا وكنبغيو نوصلوا واحد الميساج موسيقي انساني اترافيغ لاغ، اترافيغ عبر الفن. اي دونك ما كتدخلش لنا الراس تحكموا لينا حتى في لا سيليكسيون ارتستيك ديالنا، هذا غير مثال. مهرجان مرزوقه يموت، وانا بكل شغفي وكل حبي اللي احمله لهذا المهرجان عيت، والله الا عيت وحق الله، عرفتي شحال من باب وشحال من ايميل وتصويره تقادها في الدوسي دو بريس وتكون هي هذيك اكزاكت وكل شيء مليمتراج، باش في الاخر 12 مليون ديال السنتيم حشومه كاع. مهرجان احنا في الدوره الخامسه تحت شعار التنوع البيولوجي، دورة خامسة يعني من الدورة الأولى عنده الفستيفال عنده إيجابياته على المنطقة بصفة عامة، الناس متنفس، التواصل، الثقافات، الأجناس من بشرة سمراء وبشرة بيضاء يعني هالإيجابيات، ولكن هذا ما يعنيش أنه ما كيعنيش مشاكل. كما شرط لي قبيله في الندوه، هو نهار التكريم، نهار تدارت الدوره الاولى درت على اساس انه كاين امل، على اساس انه غيكون دي سبونسور، يكونوا شركاء، غادي يكون دعم، حتى ما كانش دعم مالي يكون دعم معنوي اللي يدفعك للقدام، يقول لك حقا دابا يكون الخير ان شاء الله للقدام. الدوره الماجيه، الدوره الثانيه، الدوره الثالثه، الدوره الرابعه، بقات حالمه في العاده ديالها القديمه كما كنقول. ما شفناش ما لمسناش واحد التطور اللي هو ملموس، ما 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 كما شرط قبيله الناس اليوم الشركاء عوض، حنا مشينا دقينا الادب والصواب، حنا مشينا ندقوا على الناس الشركاء على اساس انهم نشرحوا لهم السيتياسيون، نشرحوا لهم على المنطقه انها منطقه سياحيه وبامتياز، ولكن راه كيتندر المهرجان، ولكن راه كيعاني من مشاكل على اساس انكم تعاونوا يعني كنكبروا بالانسان، ماشي حتى كندقوا نحطوا الورقه الدوسي كما قالت الاخت كوثر ونمشيو بحالاتنا، لا كنجلسوا مع ناس وكنحاولوا كنرغبوا كما كنرغبوه. الله يخليك، اسمع حتى كيسمع لك، كنسمع هذيك القضيه مرحبا كما قلت قبيله، مرحبا في البلاد، في البلاد عندنا كنقول مرحبا، ما تقضي ما تخسر خواطر، ما تقضي غوارض، ما هو عاونك، ما هو ما قتلك ما حياك، كيبقى